صباح الخير، السلام عليكم. أنا سعيد أن أكون معكم صباح اليوم. شكرا جزيلا على هذه الفرصة لأتحدث لهذا الكم الهائل من الحضور معنا والحضور على الإنترنت. وأود أن أشكر جميع المنظمين، مركز الديمقراطية في جورج تاون ومنظمة توكل كرمان، وأتطلع إلى استماع إلى استنتاجات مؤتمر اليوم، وخاصة الحلول المقترحة لإنهاء الحرب مرة واحدة، والاستماع إلى الأصوات من اليمن. أنا سعيد أن أشارك المنصة مع سير لي واتسون والأستاذة عادلي وتوكل كرمان وعدد آخر، عدد من المشاركين والمتحدثين اليوم. أنا سعيد أن أرى هذا الكم الهائل المشارك في هذه المناقشة لضمان أن اليمن تبقى على المجهر بالنظر إلى كل المسائل الدولية. أود أن أكرر التزام الولايات المتحدة لمضي قدما لتحقيق حل مستدام للأزمة في اليمن. وأنا أود أكرر ما قاله الجميع اليوم حول أهمية السلام والديمقراطية في اليمن. ربما لا نتفق اليوم حول كيف نصل إلى هذا الحل، ولكن أعتقد أننا نتشارك نفس الهدف. وأود أن أؤكد لكم، أنا كمبعوث خاص لليمن سأكرس كل جهودي باستمرار للوصول إلى تلك النتيجة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي أيضا ملتزم بهذا الهدف، ولم يكن هذا الأمر كذلك دائما. ونعترف أن الحلول الشاملة والمستدامة يمكن أن تخرجنا من الأزمة بعد أكثر من ثمان سنوات من الحرب والانقسامات. انكسر الاقتصاد اليمني وانشق المجتمع، وهناك عائلات لا تستطيع أن تغذي أطفالها. فقط اتفاق شامل يمني يمكن أن يبدأ في إعادة بناء الاقتصاد اليمني والمؤسسات اليمنية عن طريق انخراط الولايات المتحدة للوصول إلى قرار أو قرارات أو حلول تحت مضمار الأمم المتحدة. ونحن ما زلنا نتطلع إلى النتائج الناجمة عن هذه العملية، ونحن عملنا مع سلطنة عمان التي لعبت دورا كبيرا في هذا الأمر، ونحن منخرطون أيضا مع المملكة العربية السعودية لإنهاء هذا الحرب، ووصلنا بذلك إلى فترة السلام أو في 2022. وبسبب ذلك إن الولايات المتحدة تعتقد أن 2023 هذه السنة أيها السيدات والسادة تقدم لنا فرصا جديدا لإنهاء الأزمة ولإنهاء الصراع نهائيا، وعلينا أن نستغل هذه الفرصة. اليمنيين يحتاجون إلى مستقبل زاهر وأن يحددوا هم مستقبلهم. في الواقع معقد جدا، والحلول الدبلوماسية الجيدة تأخذ وقتا طويلا، وكما تعرفون فإن الحرب هدمت الفترة الانتقالية في 2014، وعبر 8 سنوات من الحرب هناك عدد من المسائل الخاصة مثلا بالوضع أو حالة جنوب اليمن. في الأمم المتحدة قامت بتغطية لفترة 6 أشهر في 2022 ولفترة السلام، و
كان توقفت الهجمات عبر الحدود منذ 2022 منذ مارس 2022 وقد انخفض ايضا عدد الضحايا من الحرب، ولكن ليس علينا أن ننسى هؤلاء الضحايا الذين سقطوا، وأيضا فإن الوقود ما زال يتم تمريره بشكل سلس في شمال اليمن، وأيضا هناك رحلات يومية من مطار اليمن يستفيد منها كل هؤلاء الذين يحتاجون إلى السفر إلى خارج اليمن للرعاية الصحية إلى غير ذلك من الاحتياجات. أود فقط أن أؤكد على أن منذ هذه النقاط الإيجابية التي حققناها منذ مارس 2022، ولكن هذا لا يكفي، وأود أن أطلب من اليمنيين أن يأخذوا كل هذه، أن يغتنموا هذه الفرصة لإيجاد حل دائم للصراع. الولايات المتحدة، نحن في الولايات المتحدة نتفق أن الأزمة الاقتصادية عبر البلاد هي التي تقود الأزمة الإنسانية، ونحن نعرف أن هناك مجهودات نحتاجها لتسهيل ولتخفيف هذه الأزمة الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات اليمنية، ولكن في الحقيقة لا يمكن تحقيق ذلك إلا في ظل عملية يقودها اليمنيون، فإن مطالبات الحوثيين تستعمل هذه الرواتب الموظفين اليمنيين الحكوميين اليمنيين هي مهمة جدا، ولكن مطالبات الحوثيين هي التي أدت إلى هذا الصراع وتفاقم هذا الصراع في أكتوبر. وفي أوقات مختلفة كان هناك أطراف مختلفة ساهمت في مفاقمة أو تفاقم الأزمة، ولكن مؤخرا إن الهجمات الحوثية على مختلف المرافق مثل الموانئ والمطارات اليمنية أدت إلى تفاقم الأزمة ومنع اليمنيين من عدد من الموارد الضرورية لتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع اليمني. كل الصادرات تم توقيفها مدة سنوات، والحوار هو الطريقة الوحيدة لإيجاد حل. ليس هناك أي حل عسكري للصراع في اليمن، وليس هناك أي فائدة يمكن تحقيقها من العودة إلى الصراعات العسكرية في أي وقت كان. فقط يمكن من خلال الجلوس مع الأطراف اليمنية الأخرى يمكن أن نجد حلا يمنيا لدفع الرواتب للموظفين اليمنيين والعودة إلى السلام. الحكومة اليمنية لديها فريق للتفاوض، ولكن الحوثيين يرفضون الجلوس معهم، ونحن علينا أن نغير هذه المقاربة، وإن العالم ينظر إلينا وينتظر العمل. نعرف أن هذه المناقشات والحوارات الاقتصادية والسياسية ستكون صعبة بين الحكومة اليمنية ومختلف الأطراف الأخرى، ولكن من خلال مناقشة هذه المواضيع نستطيع أن نصل إلى الحلول وتفادي والحد من الأزمة الاقتصادية في اليمن. إن الإجراءات أو عملية شاملة بين اليمنيين مهم جدا، ولكن نحتاج إلى أكثر من ذلك. عملية السلام يجب أن تشمل كل المطالبات من قبل اليمنيين حول اختراقات حقوق الإنسان، وهذه العملية تحتاج إلى جهود قوية لاستعادة أو لإعادة تأهيل اليمن بدعم من المجتمع الدولي، وأيضا تعاون موسع على الصعيد الاقتصادي بين اليمن وباقي دول المنطقة لتمكين اليمن من تحقيق الديمقراطية والرفاهية. ويجب أن يكون كل ذلك من خلال عملية شاملة تشمل الجميع في البلاد بما يشمل النساء والمهمشين،
هذه العملية، عملية السلام الشامل، مهمة وضرورية لليمن. إن الشباب في اليمن، هناك منهم من لم يعرف إلا الحرب. الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل عن كتب مع شركائنا في المنطقة والشعب اليمني وغيرهم لدعم هذه العملية ولدعم اليمنيين كما يريدون، وهم يحددون مستقبلا يتمتع فيه اليمنيون بالرفاهية. شكرا جزيلا.